هنا في أفغانستان. تحية خاصة من الشعب الأفغاني إلى الشعب الفلسطيني، وبجهود الإمارة الأفغانستان الإسلامية تم البناء شبيه القبة المسجد الأقصى في العاصمة الأفغانية كابول. القدس خط الأحمر للشعب الأفغاني. الله يحفظ القدس والفلسطين من اليهود ومن الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيوا المتابعين الكرام في كل مكان، كيف حالك؟ عساكم طيبين، الله يسعدكم ويفككم ويحقق أمانيكم في هذا الشهر المبارك. ولا تنسوا من أخوانكم في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. فلوقنا اليوم أوريكم عن إمارة أفغانستان الإسلامية، وبالاختصار عن قوات الخاصة إمارة أفغانستان الإسلامية، لأن شاهدتهم بنفسي، شفتهم وجلست معهم، وحتى تعشينا في مكان واحد في القصر الزواج، وتكلمنا عن المواضيع مهمة، عن مواضيع أمن أفغانستان. ما شاء الله الأمن في أفغانستان فوق الخيال بجهود الإمارة الأفغانستان الإسلامية، ما شاء الله عليهم. ويجي بأذهاننا هل هم مع الشعب الأفغاني أو ضد الشعب الأفغاني، وكله يبين بعد ما تشوف الفلوق كامل، وبإذن الله تشوف حقيقة إمارة أفغانستان الإسلامية. وأعطونا رأيكم واكتب في التعليقات عن الإعلام الغربي، كيف متأثرين الإعلام الغربي أكثرهم الأكاذيب، وعن يعني حملات كثيرة للإعلام الغربي عشان يشوه سمعة حكومة أفغانستان الإسلامية. ولكن لازم أي واحد يشوف الحقيقة لازم يزور أفغانستان عشان يعرف أنه الحقيقة غير. وأنا مثال أني رحت في أفغانستان وشفتهم، ما شاء الله تبارك الرحمن، أفضل الناس، إحسان، متواضعين. الإمارة أفغانستان الإسلامية، وزارة الدفاع أفغانستان الإسلامية، كلهم ما شاء الله عليهم. يا جماعة الخير المتابعين الأعزاء، لا تنسوا أن تدعمني في اشتراك ولايك وضغط زر الجرس ليصلكم أول بأول، ويكون سبب استمراري بإذن الله. يعطيكم العافية. التواضع والإحسان وحب الوطن للإمارة الأفغانستان الإسلامية. انظروا ما شاء الله تبارك الرحمن، يأمر بالجيش الأفغاني بتوزيع الفطور للشعب الأفغاني في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. بكون شام دنيا تصبح منور توي مزهر الدين. أحد الزواج جيراننا، الله تبارك الرحمن،
هذه كابل قصر كوخ سفيد. شوف الإمارة أفغانستان الإسلامية ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الليكزيز، شوف الحركات، شوف الأغنياء في كابول ما شاء الله عليهم. قصر تلار كوخ سفيد، قصر الزواج يتواجدون المجاهدين. شوف من داخل القصر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف أعتذر للتصحيح أن العريس ليس من المجاهدين، بل العريس ولد صاحب القصر، وأكثر الضيوف من المجاهدين. وحضر أيضا أنعم الله سمن قنين المتحدث باسم الحكومة الإمارة أفغانستان الإسلامية، ولذلك فيه حراس من القوات الخاصة من الإمارة أفغانستان الإسلامية. ما شاء الله عليهم السلوكس. شوف القصر ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تقول ما عندنا في أفغانستان زي القصور الفخمة. شوف حركات درون، حركات يتطور أفغانستان. كاميرا درون يصور القاعة ما شاء الله. ينظروا إلى القوات الخاصة المنتشرة في كل مكان لحماية القصر من أي تهديدات. قصر صاغ سفيد جاب العشاء وقت الطعام. ما شاء الله اللحم، لحم طازج، أكل رز الكابلي، لحم طازج، سمك، دجاج، دباسي، كله وطني ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم الله يا بعد، حياكم. شوف لحم طازج طازج ما شاء الله. السلام عليكم طلاب وكاتب متابعينا في السعودية وفي الخليج. القوات الخاصة في أفغانستان هم الجديد المرة أفغانستان الإسلامية. شوف التطور هذا قدامي حلوان طوابع. شوف يعني ما شاء الله عليهم التواضع والشو اسمه، يعني من أفضل الناس الموجودين في أفغانستان ما شاء الله عليهم متواضعين. لا تسمع الغرب كلهم أكابر. الله يحفظكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خير.